ساعات بقول لنفسي هل وقوفي على المنبر والترنيم هو اللي بيعطيني مثل ما بيقولوا تعبير الإيفوريا اللي بكون فيها لما بكون عم بعبد؟ هل الموضوع اني انا عم اقدم بيرفورمنس؟ هل لما بكون عم رنم اللي الفرح والمتعة اللي ببقى شاعر فيها هي لأني عم رنم، ولا في شيء تاني مختلف؟ وهذا السؤال كنت أسأله كتير لنفسي. هل الموسيقى هي اللي عم تعطيني الإيفوريا اللي بشعر فيها؟ هل الكلام اللي عم أقوله أو الجو اللي حواليه؟ بعرف أنه it's combination of everything، كلهم مع بعضهم، بس حبيت اني اسال نفسي وحط نفسي قدام تست حقيقي انه انا شو اللي عم يشبعني وشو اللي عم بفرحني لما اكون في محضر الله. صرت بكثير مرات لما اكون باجتماع عبادي، تحديدا مثلا بالكنيسه عندي، انا بالكنيسه عندي ما بقود تسبيح، رب بعت لي ورشيب ليدر يمكن بقود تسبيح كل 4-5 أشهر مره، 3 أشهر حسب. بقعد مرات قدامه واللي اكتشفته انه الفرح اللي بيملاني انا وقاعد في محضره وعم رنم لما بيكون قلبي عم يتواصل مع قلبه، عم باخد نفس النتيجة ان كنت واقف على المنبر ولا ان كنت قاعد على الكرسي ولا ان كنت عم بسمع ترنيمة بدنية لوحدي، مهما كانت الوسيلة اللي عم بعبد فيها الله. في ما بدي سميه شعور لأنه نحن إيماننا مش مبني على مشاعر، بس في امتلاء، في شبع بتاخده في محضر الله مش بشكل الموسيقى اللي عم تقدمها ولا بنوع الكلام، قديش طبعا بيليق فيه أفضل كلام وأجمل كلام، بس مرات كلام بيكون كتير بسيط ومرات كلام بيكون كتير عميق، مرات كلام بيكون مكتوب بشعر كتير، ومرات ترنيمة كلمة واحدة بتبقى تردد اسم يسوع بترنيمة، بس اسم يسوع بتلاقي نفسك شبعت. فالعبادة هي انه انا ادخل الى محضر الله واطلع من قدامه فعلا كأسي ريا. هذه هي العبادة. العبادة مش اني اجي اسمع ميوزك، العبادة مش اني بس اجي اسمع وعظ، العبادة مش انه يكون في عندي فيلوشيب مع اخواتي، هودي كلن أجزاء من العبادة، ولكن إذا تموا كلن سوا وطلعت من محضر الله والشبع اللي عم بحكي عنه ما صار، أنا ما عبدت، أنا جيت حضرت إيفنت، أنا جيت حضرت جاذرينج، أنا جيت حضرت فيلوشيب. وهذا الشيء بنقدر على فكرة ناخده بحال محل، إنه أطلع من جاذرينج فرحان مبسوط فيني أخده بحال محل. مرات جاذرينج المش مؤمنين بيطلعوا فرحانين ومبسوطين، هل هيدا هو الفرح اللي أنا بدي إياه؟ هل هيدا هو السلام اللي أنا عم فتش عليه؟ ولا بدي الشيء الحقيقي؟ العالم ممكن يعطي شوية هابينس، وشي مرة فكرت فيها إنه هابينس is related to the word happening. السعادة اللي بيعطيها العالم دايما مربوطة ب something happens or didn't happen، بشي صار أو ما صار، مربوطة بأشياء. الرب يسوع المسيح ما وعدنا بسعادة، الرب يسوع وعدنا بفرح joy، وفرق كتير كبير بين happiness وبين joy. أنا ما بدي happiness، joy ممكن يوصلني لشوية happiness ببعض المحلات، بس joy ما بيروح. الفرح اللي بيعطيه الروح القدس، الفرح اللي بيعطيه الله، هيدا هو الفرح اللي بيستمر معي لما بكون عم بتألم، لما بكون عم بضطهد، لما بتكون الناس مش فهمتني، لما بكون مرفوض من المجتمع، لما بكون مش عارف كيف بدي اتصرف، هذا الفرح بيرافقني، هيدا هو اللي بيعطيه الروح القدس. أما السعادة بس يحصل شيء مش مزبوط، something happens it breaks my happiness، أو something doesn't happen it breaks my happiness، ما بدي هيدي السعادة، بدي الفرح، الفرح اللي بيعطيه هو شخصه.